السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين بكل خير. من معرض ديتروين في الولايات المتحدة تم الكشف عن سيارات عديدة لمختلف الشركات. معنا شركة دودج، هذه نسخة اسعار دي الكهربائية موديل 2023-2024، الجديدة كليا. تأتي محرك كهربائي بقوة 480 حصان و560 نيوتن متر من عزم الدوران، سوف تتوفر في عام 2024 للجمهور. وكذلك تم الكشف عن أكثر من سيارة لاحظوا الأضواء الخلفية، جمال، تصميم رهيب. تفتقد السيارة بشكل أساسي إلى الصوت، حيث تم تزييف الصوت لتصبح أكثر رعب في الشارع. لاحظوا معنا السيارة، أعطونا رأيكم في الشكل والتصميم، وهل أصبحت سيارة ذات جمهور واسع؟ لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم، انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله.